ماذا تفعل بالمسيحي؟ أين يذهب مثلا بالنسبة للكنائس؟ المسيحي مأذون له أن يصلي في بيته، إذا صلى في مكانه ما عندنا مشكلة، لكن أن يقرع الجرس في 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 أرض المملكة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التوجيه النبوي. طيب التوجيه النبوي عندنا الذي نعمل به أخرج اليهود والنصارى من جزية العرب. طيب تمام، فإخراجهم لا بمعنى هذا متروك لولي الأمر لا شك، لكن لا يعني إقامتهم إلا للضرورة القصوى. طيب شيخ عادل، ألا يتناقض كلامك هذا يعني بأنهم يعني لا يسمح لهم بكذا وكذا مع يعني موضوع حوار الأديان؟ يعني السعودية تفتح حوار أديان معهم، ما هو الأساس إذن؟ فقط من أجل الحوار؟ أليس بحيث يأخذ كل ذي حق حقه؟ يأخذ كل ذي حق حقه في الحدود الشرعية، لأننا نحن لا نتكلم من منظور شخصي، نحن نتكلم من منظور شرعي. ولكن ألا توافق على أنه يجب أن يكون هناك مقياس مشترك؟ الحدود الشرعية من منظور المسلمين أنتم، ولكن ليس من منظور المسيحيين الموجودين في السعودية، ليس كذلك؟ أي هو جاء ليزور، ليس مواطنا. لو كان مواطن شو اسمه نصراني ربما يكون هناك نقاش، ربما يكون نقاش، لكن أصلا هو زائر، هو يعني ضيف يمكث مدة ثم يذهب، وهو يعرف أن لم يأتي إلا وقد عرف النظام، ولا يطالبني أحد بأن إذا زرت بلدا أن أغير أنظمته. ليس يغير أنظمته، ولكن ألا توافق على أنك إذا زرت بلدا مثلا تتمنى أنت كمسلم أن يكون هناك مسجدا تصلي فيه بغض النظر كنت مواطنا أم لا، أليس كذلك؟ أتمنى، لكن أتمنى لا شك، لكن الحمد لله أننا عندنا بمنظور النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،